بألحانه وأدائه استطاع أن يحفر اسمه بين كبار قادة الفرق الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولحظة أن تستمع إلى مقطوعاته الموسيقية تشعر بموهبة فريدة تداعب أذنك. إنه عازف التشيلو والمايسترو الكبير عماد عاشور. ولد عاشور في عائلة محبة للموسيقى، بدأت موهبته منذ الصغر والتحق بمعهد الموسيقى ليجد من التشيلو آلة يشبع بها موهبته، حتى أصبح واحداً من أهم أساتذتها المحترفين. عمل خلال مسيرته مع كبار الفنانين والفرق الموسيقية، بداية من العندليب عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي ورياض الصنباطي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كما قاد فرقته الموسيقية مع كبار نجوم العالم العربي ومنهم طلال مداح ووديع الصافي ومحمد عبده ورابح صقر، صانعاً علامة مميزة تحمل جودة عزفه وجمال موسيقاه وذكاءه كمايسترو. عن تفاصيل الرحلة متحدثاً وعازفاً يحل الموسيقي الكبير عماد عاشور ضيفاً على صالون المساء مع قصواء. ايه الجمال ده؟ الحقيقه النهارده في حضره الابداع والفن والرونق والجمال، واله من الالات اللي يعني نقدر نقول يعني صاحبه الوزن الثقيل معنويا وابداعيا، فالابداع عليها بيحتاج الكثير من المجهود زي ما المتخصصين بيقولوا، والكثير من التركيز والكثير من الفن. بجانب هذه الاله الاستاذيه والقياده اللي بيتميز بيها ضيفنا اللي منورنا النهارده، واحد من كبار المبدعين في مصر وفي الوطن العربي، مايسترو الكبير الأستاذ عماد عاشور. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، نور الدنيا كلها. وأنا سعيد أن أنا معاك في البرنامج النهاردة وفي قناة تاني. ربنا يخليك تعيش. حضرتك اخترت في البداية، عشان ما ينفعش نتجاوز كده، حاجة من الحاجات الصعبة على التشيلو، مش كده؟ هي مش صعبة بس عايزة أداء معين، بس أنا أداء متلجة طبعا، كنت برتعش. ربنا يديك الصحة. اختيار حضرتك ليها ليه بقى؟ عشان توافق الذكرى لرحيل الفنان الكبير فارس الندم محمد الموجي. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب خليني أبدأ مع حضرتك بقى، البداية والوصول لهذه الآلة، وبعدين هل هي اختيار مش تقليدي؟ يعني هل في ناس بتقبل عليها بسهولة، ولا هي بتبقى محتاجة جرأة معينة، قدرة معينة، رغبة معينة في الوصول للآلة دي؟ أنا بدأت العزف على الآلة، قصدي يعني اتعلمتها من وأنا في أولى ثانوي،
وطبعا ما كانتش اختياري، هي اختيار جزء اختي الماستر الكبيره الله يرحمه شعبنا مستعد. آه الله يرحمه. لان انا ما كنتش اعرف اساسا هي شكلها ايه. اه فقعدت حوالي مثلا 3 اشهر اتعلم ماسكه الاوز دوت. اه واروح اعيط لامي لا مش عايز الاله دي، لحد ما هو برضو اقنعني الله يرحمه. فقال لي دي اله قيمه واقرب اله لصوت الرجل. وعشان كده حتى لما باجي اغني حاجه مثلا لراجل زي عبد الوهاب ولا تحس ان فعلا هو بيتكلم، يعني الحروف بتاعت النغمات بتتكلم، بتأدي الحنجره البشريه ذات نفسها. وتدرجت بقى لحد ما اخذت البكالوريوس وماجستير ودكتوراه وكده. مراحل طبعا عدت، ومن خلالها كنت بشتغل في فرق كتيره جدا. ممكن يعني فرقة صلاة عرام، فرقة الماسية، الفرقة حمادة النادي، فرق كتيرة يعني. الأسماء الكبيرة كلها للفرق اللي أثرت هي صاحبة كل الفنانين إذا كان مصريين ولا العرب يعني. لو اتكلمت مع حضرتك عن بداياتك مع النجوم بقى الكبار، مين الاسم اللي تفتكره ومأثر فيك قوي في البدايات؟ والله يعني في واحد من العظماء يعني هو مش مصري، هو يمني الأصل. اسمه أبو بكر سالم. لأن ده كان يعني غير إن احنا بنتعلم منه فن. فن حقيقي، لأن هو كان شاعر ومؤلف وملحن أصلي. وصوته فريد. وصوته فريد. وكان عنده طبقات مساحات في صوته مش موجود عند حد. حتى في مجلة في أمريكا بتنزل تملي الظواهر الغريبة. اسمه نزل فيها. وكمان كان الحمد لله بتربطني بيه صداقه يعني. فيعني ده من الناس الجميله جدا. بس ما اقدرش انسى ابدا عبد الحليم حافظ. الله يرحمه. لان عبد الحليم حافظ انا كان من حظي ان انا اشتغلت معاه يعني فتره لا باس بيها، وحضرت تسجيل اغنيه قارئه الفنجان. او عملنا بروفات عنده في البيت 10 ايام. 10 ايام في بيت في بيت عبد الحليم في الزمالك. فكان من اسعد لحظات حياتي انا كعيل صغير بقى قاعد في وسط الفرقه، كان سني صغير ساعتها يعني. فلما يخرج من اوضته يقول صباح الخير يا اساتذه، لازم تحبيه. يعني صوته هو بيقول لك صباح الخير تلاقي نفسك. واطلالته اللطيفه، هو عنده قبول في صوته. مش بس في الشكل يعني، سيبك من اللي بيقول كان عشان المرض ولا ما مش كده، لا هو في ربنا مديله القبول بتاع ربنا. صحيح. مع الدفء الشديد اللي في صوته يعني. لو حضرتك حبيت تفكرنا على التشالوب الراحل عبد الحليم، فكرنا أوكي. بيه اتفضل. Thank you.
الله الله. الآلة ساعة تبقى إحساسنا بيها كحاجة رقيقة جدا، وساعة تبقى حاجة قوية جدا. إمتى بتكون التشالو رقيقة وإمتى بتكون يعني قوية؟ هو حسب الجملة اللحنية. لأن طبعا هو ليه مساحة تانية خالص في الموسيقى الغربي هي كلاسيك يعني. إنما أنا مكمني متخصص في الغنى. وبعدين أنا برضو لازم أقول لك ملحوظة مهمة جدا. أنا ما بعزفش بإمكانيات الآلة. إمكانيات الآلة كتيرة جدا. وممكن يكون في ناس أحسن مني ألف مرة. بس أنا بغني وأنا حنجرة. وده اللي هو أنا متفرد بيه. بحيث لما بقول النغمة بتاعة الأغنية حضرتك سمع كلمة. أيوة. مش سمع حرف موسيقى. هو ده اللي أنا بقول اللي هو الغنى بالتشيلو. عايزة أعدي على حضرتك كده أو نعدي مع حضرتك محطات أخرى. كلمة مايسترو لو حبيت أوصفها بشكل مبسط كده للمشاهد اللي بيسمعها كتير وارتباطه بالمايسترو اللي هو عارف حضرتك أو اللي بيعمل كده. فلو حبينا نقدمها بشكل مبسط ونقول بقى حضرتك وصلت لهذه الدرجة يعني الراقية إزاي؟ والله أنا كعماد أنا مايسترو بالصدفة. فاهمة إزاي؟ يعني أنا مش في دماغي خالص كلمة مايسترو دي. فأنا كنت قاعد مرة في طيارة راجع من فرنسا مع إحدى المطربين الخليجيين وقال لي عماد تعالى نكتب لحن. أنا الطيارة كلها مطبات فأنا مفيش أعصاب أساسا إن أنا أقعد جنبه أصلا يعني. فالمهم حصل وكتبنا مش عارف إيه، قال لي بكرة بقى ننفذ الشغل في الاستوديو. فلما وصلنا القاهرة قعدنا ونفذنا فعلا وكتبنا بقية الألحان بتاعت الشريط وكده. بعديها بحوالي مثلا 15 يوم قال لي إيه رأيك تعمل لي مجموعة كده ونعمل فرقة. من هنا كانت بداية الانطلاقة يعني. فالحمد لله كان العمل كويس في الفرقة، وكنت جايب مجموعة أساتذة كبار جدا عازفين على أعلى مستوى. أقبل عليا بقى مطربين من الخليج كتير جدا. ومن مصر الحمد لله برضو ناس كتير وزملاء يعني زي محمد الحلو وهاني شاكر وناس كتير يعني. الأصوات اللي حضرتك اشتغلت معاها أو بتميل للشغل معاها، نوع الصوت اللي حضرتك بتحبه ايه؟ او نوع الفن اللي حضرتك بتحب تقدمه ايه؟ لانه طبعا احنا عارفين انه الفن اللي كان بيتقدم مع فترات بيتغير مع الوقت. أكيد. النمط اللي حضرتك لسه غوي لحد دلوقتي. انا بحب طبعا الغنى الكلاسيكي. يعني اللي هو اللي فيه الطرب العربي الاصيل. انما طبعا انا كواحد عندي فرقه زي بالظبط كده بالبلد يعني. اللي عنده محل وبيبيع جميع السلع. فما ينفعش ان انا تختار او تفضل حاجه ان انا ما احطش السلعه اللي حد نفسه فيها واقول له لا انا والله ما بشتغلش بدي. بس مش معنى ذلك ان انا بشتغل مع اي حد. انا بشتغل برضو مع ناس وليهم اسامي اوريدي، هو اسم كبير. مش مهم بقى بيغني الغنى بتاعه بيبقى يميل الى الريتم اكتر من الطربي. انما طبعا انا جوايا بحب الطرب جدا يعني. لو سالت حضرتك من خبرتك ومن رؤيتك عن بعض الحاجات اللي بقت موجوده دلوقتي بين قوسين مثلا المهرجانات، بتشوفها فنيا ازاي حضرتك؟ انا كان ليا تعليق عليها مره في المجله بتاعت الاوبرا، حد بيكتب يعني، وكلهم قاعدين يقولوا يعني نلغيها ولا نخليها. انا واحد من الناس موافق عليها جدا. لسبب، لان دي هي موسيقى زي الراب بالظبط اللي في اوروبا وامريكا وكده. احنا مشكلتنا كبيره الكلمات. لان اي حد ممكن يغني راب بكلمات حلوه تحفه، وهي ايقاعها محبوب جدا. بدليل ان كل اللي بيرفضوها بيجيبوها في اي مناسبه عندهم. طب انت بترفضها بس اعلاميا يعني؟ لا، بيقاوم الموضوع في منطقه وبيتوافق معاه. يعني زي يعني يقول لا ويقول يلا تعالوا خدش يعني. ما
فحضرتك متوافق معاها او شايفها حاجه تكون موجوده ولكن بضبط الكلمات بتاعتها، ما يكونش فيها كلمات افساديه او فيها اسفاف. لا لا، وحبذا كمان لو بتحكي قصه يعني بتبقى حاجه جميله، يعني يبقى فيها رساله ما يعني. حضرتك بس انا خدت السؤال بتاع حضرتك اللي هو الاولاني بتاع الماسترو ده عباره عن ايه، ما وصلناش للنقطه. وانا ما حبيتش اثقل على حضرتك. لا بالعكس، انا هقولها لك ببساطه جدا. هو شخصيه نمره واحد لازم يكون موسيقي شاطر جدا. دي المواصفات الاولى فيه، ما فيهاش جدال. نمره اتنين يكون عنده الكاريزما بتاعه ان الناس الموسيقيين يحبوه ويخافوا منه. يعني هي معادله رخمه شويه، معادله القياده. ان لازم يعني البسمه اللي في وشي يكون في وشي واحنا قاعدين بنعزف، انت بتعزفي وانا بشاور لك وبتبسط عشان تعزفي، لازم يبقى انت مبسوطه. ما ينفعش ابقى مكشر لك كده وواحد يديني حاجه. لان انا لو عملت بايدي كده مش هطلع مزيك، انا بطلعها منك، طلعها من دوت ومن فلان وكده. فهي معادله، لازم يكون موسيقي شاطر وعنده كاريزما، واقف على المسرح واخد باله من المطرب او المطربه ومن كل عازف، وامتى هنا يعرف ان في غلطه ازاي يلحقها. بيشاور، وعندنا كم اشاره كده معروفين يعني. يعني في خصوصا في الموسيقى العربيه، احنا انا بكلمك كل ده على الموسيقى العربيه، بعكس خالص الموسيقى الكلاسيكيه ليها دراسه اخرى. حاجه تانية، طريق تاني. لو حضرتك تحب تسمعنا حاجه تانية ممكن نروح لمين كده من اختيارات حضرتك؟ والله حاجه عكس صوتها فيه شجن مش طبيعي. وبحة، والفيلم ده لما مثلته سميرة أحمد، سميرة أحمد كمان عندها بحة. فلما كانت بتقلد الناس افتكروا ان هي سميرة أحمد بالزبط. اللي بتغني. كارم محمود بقى الاسم ده برضو، لو حبيت حضرتك تحط لنا تجربتك معاه. لا انا ماليش تجربة معاه شخصيا. ممكن اكون مثلا سجلت معاه في الإذاعة كتير وكده. انما لما تيجي تتكلمي على كارم محمود، واحد كان بيحارب بيعمل حاجات جامده جدا في الاذاعه، اغلبيتها في الاذاعه. باستثناء الحفلات اللي هي بتبقى اللي كانت شايعه زي اضواء مدينه، مش عارف على شط النيل، حاجات زي كده يعني. لكن كان المنتج بتاعه كان في الوقت ده بيلقى جماهيريه كبيره او شعبيه كبيره لفئه معينه. لفئه معينه. انما لما تيجي تصنفيه فنان كبير. عبد العزيز محمود فنان كبير برضه. عايزه اروح مع حضرتك للاسماء العربيه. اشتغلت حضرتك مع الفنان محمد عبده مش كده؟ ايوه. لو حكيت لي ذكريات حضرتك او رؤيتك بقى من الكواليس للفنان محمد عبده، الاسم العربي الكبير والقيمه الفنيه الكبيره. محمد عبده اصعب فنان ممكن الواحد يتعامل معاه. يا ليه كده؟ لا مش حاجه وحشه في حق محمد او في حقي. هو ملتزم جدا. بس انا حظي كمان ان انا ملتزم جدا.
يجي البروفا بيحب يقعد يحضر البروفا يقولها يعني كما ينبغي. وبعدين هو بيغني الأغنية مثلا الأغنية 10 صفحات هو حافظ أكنه قصاده النوتة بتاعت الأغنية. يعني هو ملتزم جدا. فده بياخد مننا مجهود، بنبقى احنا خلاص اسمها فيصنا بنقع في الأرض كده من التعب. وهو قاعد، لأن هو صاحب رسالة قوية جدا بصراحة. يعني أنا من المتعة عندي أنه أنا كنت بشاور على الفرقة في مصاحبة أبو نورة. أنا كنت بعد أسمعه بعدين أقول الله يا أستاذ. وأنا قاعد بشاور غصب عني. ممتع بالنسبة لحضرتك حتى في العمل معه. لو حبيت حضرتك تاخدنا الحاجة بقى في الجديد لو تحب، أو لسه تحب نفضل في الزمن اللي كنا فيه، تفضل اختار لنا حاجة على ذوقك. لا والله يا بصي، هي الآلة دي ما بتعرفش تهزر قوي. يعني هي آلة جدة كده. فأنا كمان بحب أدي لها طبيعتها. يعني أعمل لك حاجة لعبد الوهاب ولا أم كلثوم؟ عبد الوهاب وأم كلثوم الاتنين روعة جدا يعني. أوكي. حضرتك حاجة، عبد الوهاب الله يرحمه ويرحم الجميع كلهم أمات وأسماء، سر أنه مستمر وهيفضل مستمر وتحبه بنفس الدرجة وتبقى شغوف بنفس الحالة، كأن وقت ما هو عمل الأغنية كأنك كنت موجود في الوقت ده، السر في إيه؟ هو مجموعة حاجات مكونة مع شخصية محمد عبد الوهاب. الثقافة عالية جداً. المامه بسمع جميع أنواع الموسيقى اللي في العالم أيا كانت جنسيتها، إيراني تركي جزائري يوناني، أي لون، زائد الموسيقى الكلاسيكية. حتى أنا أسمع من الناس اللي أكبر مني يعني كانوا بيقول إن هو مجزأ حياته في اليوم، بيسمع نص ساعة كذا ونص ساعة كذا وساعة كذا. ده زائد بقى مين؟ الشيخ محمد رفعت. قال ان الشيخ محمد رفعت ده يعني تتلمذ على ايده كل الاساتذه اللي هم كبار. فالحاله دي خد الجانبين او اكتسب الروحين. وبعدين كان مصاحب مين؟ مصاحب امير الشعراء ومصاحب مش عارف فلاني وفلاني. الناس اللي هم ما ينفعش يبقى قاعد معاهم وما يكلمش بطريقتهم. يعني فده خلاه اعلاميا عالي جدا وهيفضل عايش. حضرتك بتعمل ايه دلوقتي استاذ عماد في الختام كده؟ اديني ملخص ليوم حضرتك او لانشطه حضرتك. والله يعني الحمد لله كله تمام، بس الواحد في ظل الوباء اللي عندنا ده ربنا يرفعه عننا وعن العالم كله يا رب.
في حاله مش اكتئاب بس سكينه دمها تقيل يعني كده اللي هو مقفولين شويه او مقيدين شويه غصبا عننا. فانا عندي طلبه بتوعي في المعهد بدرس لهم ولما بيجي لي مثلا حد في البيت ممكن تبقى سهره مع بعضينا اصحابنا يعني كده. عايز اسال حضرتك وحضرتك بتدرس للطلبه ايه الحاجه المهمه او النقاط المهمه بما ان برضو في اكيد من جمهور حضرتك اللي بيتابعونا ناس غاويه تشيلو او حابه تشيلو، ايه الحاجات المهمه اللي بتقولها للطالب اللي قدامك؟ والله اهم حاجه بالنسبه لي عشان انا بدرس تشيلو عربي. انا كنت زمان في المعهد بدي عربي وغربي بس انا تخصصت في العربي اكتر لان لقيت كل اساتذه التشيلو العربي بيبعتوا لي الطلبه بتوعهم. فانا خلاص تخصصت في العربي. فعشان يجي لي عازف قصدي طالب بيكون درس قدر معين من الغربي لو لقيته كويس بيبقى حلو عندي. وخاصه لو هو حابب. ان اهم حاجه يكون حابب الشغف بالآلة. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا والحقيقة يعني بالتأكيد الجمهورك النهاردة استمتع بوجودك جدا. بشكرك، ممتنة للحن الجميل والكلام الجميل والحكاوي الحلوة اللي حضرتك حكيتها لنا، وبتمنى لك إن شاء الله السلامة والرضا والعافية ومن نجاح لنجاح يا رب دايما منور. الله يبارك فيك جميعا يا رب إن شاء الله. أسيب حضراتكم مع أستاذ عماد، تحب تعزف إيه بقى للناس في الختام كده؟ وأشوفكم إن شاء الله على خير. Thank you.